اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اتفضل يا استاذ. موضوع صن داونز، عشان الموضوع ده انا كل الاحترام اللي كنا بنتكلم في الفصل، يعني على ان كل الاحترام لفريق صن داونز، فريق محترم جدا، فريق لازم نستعدله بشكل كويس، كويس جدا في دوري ابطال افريقيا السيزون ده. لكن ان انت تقلل من النادي الاهلي اللي 2017 بيلعب فاينل، 2018 بيلعب فاينل، 20 بتاخد دوري ابطال افريقيا، 21 بتاخد دوري ابطال افريقيا، 22 بتخسر دوري ابطال افريقيا فعل فاعل، 23 بتاخد دوري ابطال افريقيا، بقالك 6 سنين موجود في منصات التتويج، يعني بتاخد بطولات، بتاخد برونزيتين كاس عالم، وبتاخد رابع عالم، وراح كاس عالم كمان اهو، وراح كاس عالم، هو ما وصلش فاينل. يعني انا عندي 35 بطوله قاريه، وصن داونز عنده 3 بطولات قاريه بالبطوله اللي اتعملت عشانه دي مخصوص، دي الثالثه، دي التانية بالنسبة سوبر. لا لو حسبنا البطولات اللي هي ايه مش الشرفية يعني. فما تيجي تشوف بقى بعض من جماهير النادي الاهلي اللي اتمنى ان هم يعيدوا حساباتهم، كل الاحترام، وانا دايما اقول الاهلي يحترم كل الفرق لكن لا يخاف احد ولا يخشى احد. ارجع تاني، اي واحد فينا يرجع تاني للسيناريو المباراتين قدام صن داونز، انت لعبت مباراه اولى قدام صن داونز تكتيكيه، كنا متراجعين ومتضايقين من الشكل وي لكن ما وصلوش زي ما كانوا بيوصلوا قبل كده. لما كنت بتفتح كان الموضوع بيبقى صعب عليك. جيت الماتش اللي هنا انا شايف ان احنا نستحق ان احنا نصعد. الكره عندتنا في اكتر من كره في العارضه، ضربه الجزاء بتاعت علي معلول وتروك، بس في خطوره، في خطوره في القصه ده. محمد انت قلت جزء مهم، لكن الاهم ان صن داونز بدا يمسك خط جنب التخبيط في تقليل فكره ان الاهلي ما بقاش عنده أي ما يمكن أن يقدمه أمام الفريق ده. خلي بالك بقى، هم لما عرفوا كرة شمال العربي الأفريقي مصر والمغرب بدأوا يعملوا زيك، سيبك من تضييع الوقت، وخالد علي ده جابوا ليه، ثم معدين ومحللين كانوا شوينج خالص، بدأوا يبقوا فاعلين أكتر. أنت محتاج بقى. لا رئيس، طب أنا أقول لك على حاجة، أنا عايز أوضح بس حاجة عشان ما أخرجش من السياق. ما عندكش الكلام ده؟ ما عنديش إيه؟ النادي الأهلي ما عندوش اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا بقول لك هم شغالين ازاي. ما هم شغالين ازاي دي، ما اصل انا برضو السنه اللي فاتت قال لك ايه، اصل الجهاز بتاع صن داونز لما كسبوا الاهلي قال لك اصل الجهاز بتاع صن داونز 35 واحد. لا 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 لا، مش بتكلم على العدد ولا ما عندناش زيهم، انا بتكلم على اكيد في دراسه تحدث الان ايه النواقص يا كابتن، لانه الفكره مش حكايه اهدرنا ضرب الجزاء لو جت الاهلي، لا مش ده، ولا مثلا التوفيق غاب خالص. اللي ابو علي اللي انا عايز اكملها بس يا ايمن، معلش انا اسف، اللي عايز اقوله يا كابتن اسلام ان انت تقلل من النادي الاهلي عشان صن داونز خد بطوله، ما فيش فريق ما بياخدش بطولات، وما فيش فريق بياخد بطولات طول العمر. لكن لما اجي اقول النادي الاهلي بقاله ست سنين مثلا، من سبع سنين ست سنين بيلعب فاينل وبياخد منهم ثلاث بطولات قاريه او اربع بطولات قاريه، فما بلعب سيمي فاينال كاس عالم قدام ريال مدريد، اما بلعب وباخد قدام بايرن ميونخ، في كان فين صن داونز؟ ما هو نفس الكلام كان مكوينا، كان نفس اللي فات. ما انا بتكلم يا كابتن اللي لسه يعني، ما واللي قبليها كنت فاينال، ولو لولا قصه الاستاد اكتر، بس هناك من يصنع، هم فريق محترم، فريق قوي قادم بقوه، بس ما ينفعش تيجي دلوقتي حتى ما اقدرش اقول معلش ابو علي